أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الثلاثاء 2874 مرشحا وخمس قوائم يبدأون الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية. تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء 3 نوفمبر الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والمقرر إجراء الجولة الأولى منها يومي 22 و23 من نوفمبر المقبل داخل مصر، ويومي 21 و22 من نوفمبر في الخارج في دوائر محافظة القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. إلى الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل القاهرة. قال مطار القاهرة الدولي 2 نوفمبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في زيارة للقاهرة تستغرق يومين تلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن تلتقي فيدريكا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من وزير الشؤون الخارجية سامح شكري ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولي لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة ودعم وتعزيز علاقات التعاون. غادر مطار القاهرة الدولي اليوم فلاديمير بوتشكوف وزير الطوارئ الروسي والوفد المرافق له بعد زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام. مطار القاهرة الدولي اليوم فلاديمير بوتشكوف وزير الطوارئ الروسي والوفد المرافق له بعد زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام، حيث تفقد خلالها موقع سقوط الطائرة الروسية المنكوبة واطمأن على سير التحقيقات، كما أشرف على شحن جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة إلى روسيا. صحة تطعيم 5 مليون طفل ضد الحصبة خلال 3 أيام. أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 5,427,000 طفل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 31 أكتوبر الماضي وحتى الآن. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحملة تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات. 341 منفذا للجيش لمواجهة غلاء الأسعار. استعدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة لطرح السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية المواطن وإنهاء أزمة ارتفاع وغلاء الأسعار بالسوق نهاية الشهر الجاري، نهاية شهر نوفمبر الجاري. تاني، استعدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة لطرح السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية المواطن وإنهاء أزمة ارتفاع وغلاء الأسعار بالسوق نهاية شهر نوفمبر الجاري. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غد الثلاثاء 3 نوفمبر وحتى الجمعة القادمة.
وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تبدأ من غد الثلاثاء 3 نوفمبر وحتى الجمعة القادمة، وتشمل حالة عدم الاستقرار على غرب البلاد السلوم، مطروح، الإسكندرية، وتمتد حتى تشمل محافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وصعيد مصر اعتبارا من بعد غد وحتى يوم الجمعة. من المتوقع أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح من 5 إلى 6 درجات، ويصاحبه تكاثر للسحب الممطرة والرعدية على هذه المناطق تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقعت أن تنشط الرياح مما يؤدي إلى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.